يقول الروائي نيكولاي جوغول في روايته الأنفس الميتة: إننا جميعا نشترك في نقطة ضعف شاملة، ألا وهي التساهل مع أنفسنا في أخطائنا وإلقاء التبعة على الآخرين. بطل رواية الأنفس الميتة هو تشيتشيكوف، موظف من الطبقة الوسطى يجوب أنحاء روسيا، حيث المكانة الاجتماعية لملاك الأراضي تتحدد من خلال عدد الأقنان، أي الأنفس التي يملكونها، رغبة منه في شراء ما مات منها وتخليص أصحابها المجبرين على دفع الضريبة على كل نفس مقابل ثمن زهيد. تدور الرواية في روسيا القيصرية قبل الثورة الاشتراكية وقبل تحرير الأقنان الصادر سنة 1861، ويرسم من خلالها صاحب رواية المعطف شخصيته بطريقة ساخرة، متطرقا إلى أوضاعها وحياة سكانها وإلى ما يحدث في الإدارات والدوائر الحكومية من فساد واختلاسات ورشوة. أما عن السبب الذي جعل موظفا بسيطا يشعر لشراء الأنفس الميتة التي لم يبقى عندها ما تقدمه، فهنا تتجلى عبقرية جوجل وقدرته على جعل قارئه يلهث خلف الصفحات. رواية توصف بأنها وثيقة تاريخية ووثيقة اتهام بحق روسيا القيصرية، وهي تذكرة سفر إلى أريافها لمشاهدة أوضاع الإنسان المأساوية وحياته في ظل نظام طبقي يمعن في إدلاله وسلب حريته وجهده. جوجل الذي يصف الأشخاص والأمكنة بدقة عالية، كما لو أن القارئ يرافق بطل الرواية في تلك الرحلة، زرع بين صفحاته مواقف هزلية وأحداث لا تخلو من الفكاهة رغم مأساوية الأوضاع، مما جعل من قراءتها أمرا ممتعا. الكاتب هو من مواليد 1890 وتوفي سنة 1852، روائي وكاتب مسرحي من مؤسسي المدرسة الواقعية في الأدب الروسي. بدأ مسيرته الإبداعية بنشر قصصه في المجلات، فلفت إليها أنظار الأدباء والنقاد بمزجه في موضوعاتها بين معيشة الفلاحين في الأرياف وبين حكاية العفاريت والسحرة التي استخلصها من الفولكلور الأوكراني بأسلوب ساخر. كان من المخطط أن تكتب رواية الأنفس الميتة في 3 أجزاء، لولا أن جوجل أحرق جزءها الثاني الذي كتبه بين عام 1842 و1852 لعدم اقتناعه بمستواه، وساهمت في ذلك صداقته مع قس أدخل أفكار تحريمية إلى دماغه، وهي الأفكار التي أصابته بلوتة عقلية أدت إلى صيامه لعشرة أيام بعد واقعة الحرق وموته. أثر أسلوب جوجل في الكتابة على الكثير من الأدباء أمثال دوستوفسكي وأندري بيلي والعديدين، وترك إرثا أدبيا كبيرا يقرأ إلى اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.